بما أنني أتواجد في مؤسسة مرحوم عبد الرحيم بوعبيد، فوددت أن أشير إلى مسألة غالبا ما تم توجيهها على شكل انتقاد للمغرب، وكما لو أن المغرب طالب يعني قبل المسيرة الخضراء بوحدة الترابية. عبد الرحيم بوعبيد في رسالة موجهة إلى صديقه غي دو لانوي مؤرخة 18 أبريل 1987، والتي جاء أجاب فيها رسالة صديقه مؤرخة 14 أبريل، أي بعد 4 أيام من نفس السنة، يتحدث فيها عن مغربية تندوف وعن قيادته للمفاوضات بخصوص وضع تندوف ومجموعة من المناطق، يعني مع جيمولي أو وزير الخارجية أنطوان بيني. هذا الأمر يدفعني إلى الحديث عن مسألة المطالبة بالوحدة الترابية من مؤتمر مدريد 1880-1906 الجزيرة الخضراء، وهو الموقف الذي دفعت عنه ألمانيا بقوة. بعد ذلك اليوطي بعد 1922، يعني لو ريزيدون المقيم يدافع عن مغالبية الصحراء، ثم 1945 في جنيف، يعني سلالة الأمم المتحدة، وبعد ذلك 1955 مع حذف قيادة التخوم الجزائرية المغربية الموريتانية، ثم سنوات السبعينات. مع التأكيد على نقطة مهمة بخصوص الموقف الألماني، وهو أن وثائق سرية أكدت على مطالبة ألمانيا لفرنسا في حالة انتصارها في الحرب العالمية الأولى على استرجاع أو أخذ المغرب، ما سمته بالمغرب لوماروك كومبلي الكامل، أي الذي دافعت عن وحدته من خلال اتفاقية 1904 نوفمبر 1911، أي أن للمغرب حدود مع إفريقيا الغربية الفرنسية. هذا من جانب. وتفاعلا مع ما قاله الأستاذ عبد الرحيم بوعيدة عن الهوية والقناعات والشعارات إلى آخره، في إطار المقاربة تتناول مسألة الحل السياسي من موقع تناظري، يعني ماضي وحاضر الحل السياسي. ما الذي كان يدفع بأمراء أدرار وتلازا وأيضا بوعيدة أو ولد بيروك والصنهوري وقبل الصنهوري ومن كانوا في الاتجاه الآخر في توات إلى دفع الضرائب خاصة بالنسبة للصحراء الشرقية، أو إيفاد النصارى أو البحارة الأجانب في اتجاه ولد بيروك ثم السلطان أو الصويرة إلى آخره؟ هذه الشهادات قدمها ووثقها كوبولاني، يعني من دون ضغوط. مسألة أخرى، وهو أن نتحدث عن الحل السياسي، فيجب أيضا الحديث عن الصراع السياسي أو عن مسألة العنف. فلماذا استمر النزاع من على الأقل الحرب من 75 إلى 1991 ثم اتفاقية القنار، مع أنه طوال قرون عديدة تدخل المغرب في العهد الدولة السعدية في 1591 للدفاع عن ملح تيغازا، المنجم ديال تيغازا، وأيضا ديال التودني، لأن الذهب الأبيض مقابل الذهب الأصفر، ولتأمين المحاور التجارية بعد ذلك في عهد مولاي إسماعيل. فأكدوبة المغرب التوسعي لا يمكن أن نجد لها جذورا، بل ما يمكن أن نجد جذورا، وهو أشكال الحكم الذاتي في هذا التاريخ. يمكن أن أعطي أمثلة، وهو أن مثلا قبائل تكنا التي تقصى تقريبا، خاصة في مسألة الاستفتاء الذي تقريبا انتهى أمره منذ 2007 على الأقل، كانت من القبائل الأولى
التي ركبت الأمواج واتجهت من طرفايا إلى سلوي العاصمة آنذاك قبل داكار، للحديث على أن هناك أزمة، يعني بطبيعة الحال لأن تركيبة هذا المجال سكنها زرقيين بالخصوص وولاد ليم، وهم اللي كانوا كيأمنوا اتجاه المحور الآخر تندوف زمور مع ذقيبات وآخرين، والمحور الثالث اتجاه تفيلال توات. لماذا أتحدث عن هذه المحاور؟ لأنها لم تؤخذ بعين الاعتبار في مسألة تصور قضية الصحراء، فقضية الصحراء مطروحة بشكل غلط. نتحدث عن الصحراء الغربية وهي في الحقيقة صحاري غربية تم يعني تقسيمها وإضافتها إلى المستعمرة الفرنسية، إلى شفت الحدود المغربية فكلها تتجه نحو الأطلسي، وهذا الأمر انتهى إلى مسألة جيوستراتيجية بالنسبة للجزائر وقبل الجزائر يعني المستعمرة الفرنسية. ما أريد التأكيد عليه في هذا الباب وهو أن الحل السياسي بالنسبة لي كمؤرخ يجب أن ينطلق من مصالحة بالنسبة للمؤرخين أنفسهم، مصالحة أيضا مع وضعية الدراسات الصحراوية التي يجب إعادة النظر فيها وهيكلتها. لإقناع الشباب يجب، أنا لما درست في جامعة ابن زهر أجد بحوثا لطلبة حول قبائل تكنا وشمال تكنا يتحدثون عن مؤسسة أيد الأربعين التي جعلت منها البوليزاريو كهوية سياسية تؤكد التمايز مع منطقة الشمال، بينما هذه المؤسسة يعني تخترق كل القبائل للتكنا أيتوسا إلى آخره وأيتوم الربط أيترخا إلى آخره في اتجاه الجبل. الرجوع إلى مسألة الهوية عن طريقة تسمية ليمور أو البيضان كما حددها بول مارتي، وبول مارتي لم يحدد هذا المجال الشاسع فقط، بل يجب أن نتذكر على أنه هو صاحب هذه التعارضات والتقابلات والصراعات ما بين عرب أمازيغ في إطار الزوايا وفي إطار حرب شرببا إلى آخره، والتي لا زالت يعني صالحة. هذا الشخص هو من كان من وراء 16 ماي 1930 فتم نفيه من المغرب، يعني ما أدى إلى بداية الحركة الوطنية دائما بالاعتماد على نفس المقررة. مسألة أخرى وهو أن المنظرين لهذا المجال بحدوده السياسية في إطار لانتانجيبيليتي لم يكونوا يعرفون يضبطون حتى المجال، هذا المجال ما يسمينا بالصحراء الغربية في دراسة صوفي كاراتيني وآخرون، أحداث تدور في سوس ويتحدثون عن صحراء، يعني ليس هناك ضبط مجالي. حين تحدثت عن هذه المحاور الثلاث فهذه المحاور الثلاث بدراستها بشكل عمومي وهو ما تفتقده جل الدراسات الصحراوية بما فيها دراسة بيربونت أو عبد الودود الشيخ من أكبر الدارسين، هي التي ستبين لنا لماذا أيت يوسا من أيت جمل انتقلوا إلى أيت عثمان، ولماذا سكارنا مع ولد ليم انتقلوا إلى الجيبات، ولماذا كان هناك غائب كبير لا يعرفه ربما حتى أبناء الصحراء من هذا الجيل وهم أولاد مولات الذين انقرضوا تحت ضربات الجيش الفرنسي وضربات شارك فيها ووثقها الفخيد لو شاتولي، لأن هذا هو الدرع الشرقي ديال ولاد ليم اللي هما ولاد مولات. أتحدث عن هذه المحاور لأننا سوف لن نجد لا رقيبات ولا طرشان ولا تكنة ولا زرارة ولا ولاد في المحور الآخر من اتجاه تفيلات نحو الجبل أو نحو ملوية، سنجدهم على المحور الشمالي الغربي أي في اتجاه الأطلس الصغير والأطلس الكبير وفي اتجاه السهول. حين نأخذ يعني المجموعة من التفاصيل حول القبائل فيمكن أن
تقول لماذا انتقلت هذه المجموعات الصحراوية في اتجاه هذا الشمال؟ وهذه الظاهرة لا نجدها في الجزائر، لا يمكن أن نجد الطوارق أو الشعنبة مثلا في الشمال الجزائري بخلاف المغرب. إذن أظن أننا يجب أن نمارس ما يمكن تسميته بالهجر، لا ديبريز، معناه أننا نتخلاو على مجموعة ديال المواقف على المفاهيم بالخصوص، يعني لا بالنسبة للمؤرخ ولا السوسيولوجي ولا الأنثروبولوجي ولا السياسي والدبلوماسي، دبلوماسي أيضا. فلهذا يعني ما قام به يعني التيار الكولونيالي أو ما بعد الكولونيالي أسقطنا في العديد من المتاهات. ولهذا فمثلا الحل السياسي الذي ذهب إليه المغرب مثلا بتقديم الملف ديال 1974-75 محكمة العدل الدولية، ماذا قدم المغرب؟ المغرب قدم تقريبا صوتا واحدا، هو الصوت ديالو، الوجهة القانونية والوجهة الدينية والسياسية عن طريق البيعة إلى آخره. ولكن الصوت الآخر والمهم لم نقدمه لأننا لم نكن نتوفر على وثائق حوله، وهو صوت المستعمر. ثم ما دمنا أننا كمؤرخين أو سياسيين إلى آخره، فنقول المستعمر لا يجب أن نستعمله لأننا ضد المستعمر وضد مقالات ومقولات ومفاهيم المستعمر، ولكن المستعمر، صوت المستعمر كان مهما، وهو ما كشفت عنه في هذا الكتاب، وخصوصا في وثائق أخرى تكشف على أن المستعمر لم يختلق نظاما جديدا لا في الصحراء الشرقية ولا في الصحراء الغربية التي أصبحت إسبانيا، وإنما استعاد النظام المخزني بكل تفاصيله واستعمله من جديد، يعني خاصة بالنسبة لإسبانيا التي استعملت مفهوم البيع انطلاقا من تطوان، ويعني واستعمال الأزرقيين كقبيلة مخزن ولها تجربة في هذا الباب. حين أتحدث عن جذور عن هوية هذا المجال، فهذه الهوية هي التي طرحت مشكل لا بالنسبة للبوليساريو في زعاماته التي تقريبا في أغلبها من الغيبات، أو أيضا مشكل ديال الاستفتاء. الاستفتاء هو من يصوت، ومجموعة من الأمور، يعني ما هي وضعية تندوف كما تحدث عن الراحل عبد الرحيم بوعبيد بالنسبة كحمولة نفسية عاطفية إلى آخره بالنسبة للغيبات، بالنسبة لأيتوسا، وبالنسبة لواحد القبيلة غائبة اللي هي التجاكانت وحليفتها الشمالية المسمون بالبرابر، ولكن ليسوا إلا أي تخباش اللي كانوا حلفاء وكانوا يصلون بدورهم مثل الغيبات إلى الجنوب في اتجاه النيجر، يعني تنية النيجر وفي اتجاه يعني هذه المناطق. إذن فكل هذه الأمور أظن يجب أن تطرح من جديد، وأن يتم التحقق من هوية مجموعة من الأمور التي تخص يعني حقيقة المجال، وربما حقيقة الانفصال أو في علاقتها مع المستعمر. 1962 أو قبل 1962 هناك إيكوفيون، هناك استقلال المغرب، وبين 58 حتى 62 فالأرشيف الفرنسي يبين لنا يعني أعلى مستوى رئيس الدولة الفرنسية يعطي الأوامر بتسليح الغيبات وإرسالها لمهاجمة تكنا، وبخصوص أيتوسا وأقا وأسا. لماذا؟ لحماية الدولة الجنوبية وهي موريتانيا. بعد ذلك انتهى موضوع موريتانيا، فبدأ المشروع الآخر، وهو
تسليح الجبهات لمهاجمة المغرب ولخلق كيان انفصالي سموه تراب الجبهات أو دولة الجبهات. إذن المشكل فين كاين؟ المشكل هو في الصيرورة الاستعمارية وفي رسم الحدود. رسم الحدود خلق اختلالا في المجال واختلال في التركيبة القبلية وهي التي أعطت إضعاف الجبهات عفوا ولاد الدين جنوبا، وتكنا من خلال يعني التقزيم أيت أوسا إلى آخره، وحصر أيت خباش في المنطقة الشمالية، وهو يعني هذه من بوادر الانفصال التي رعتها الحكومة الفرنسية. ثم هناك الموقف الجزائري الذي يجب أيضا الإشارة إليه. الجزائر يعني انطلاقا من 1958 أي حين استعمرتنا فرنسا من جديد عن طريق لالين دو فيت، لالين دو فيت أحيانا مناطق تتجاوز 100 كيلومتر، كم شمال تندوف إلى آخره. لماذا؟ لمراقبة جيدة للمجال ومنع المغاربة من مؤازرة ثورة التحرير الجزائرية. في نفس السنة نجد على أن أعوان بومدين يرسلون إلى منطقة المحبس لأهميتها للاتصال بالإسبان جنود الإسبان وتبادل المعلومات والأرقام للتواصل لمنع المغاربة من انطلاق في اتجاه الجنوب. مسألة أخرى وهو 61 الاتفاق ديال مع العباس. ثم بعد ذلك أن الجزائر لم تكن تعنيها بالنسبة إليهم مسألة وجود أو استقلال دولة. 65 الجزائر تتفق مع إسبانيا الاستغلال المشترك ديال الفوسفات وديال غراج بيلات وإيجاد ميناء في اتجاه العيون أو مدينة أخرى. يصرحون في نفس السنة على أن لا يمكن ل50,000 بدوي أن يستقلوا وأن يجد لهم دولة في هذا المكان. 69 الجزائر تعلن على أن لها حقوق تاريخية وجيوستراتيجية في الصحراء و يعني ما سيأتي ستعرفونها كلكم، وأظن أتوقف عند هذا عند هذه النقطة. شكرا.